حياكم الله. يواجه أحياناً الأشخاص الراغبين في عمل مشروع جديد أكثر من فكرة ممتازة عندهم، فيحتار هذا الشخص كيف ممكن أعرف أنا اليوم ما هي أفضل فكرة لي، وما هي المؤشرات أو الأشياء اللي لازم أتبعها علشان أتخذ القرار المناسب. هذا موضوعنا اليوم في برنامج البوصلة، حلقة بسيطة وخفيفة، خلكم ويانا. أول حاجة تساعدنا علشان نوصل إلى الإجابة الصحيحة نقوم بعمل الجدول التالي. فأول حاجة وعلى الجانب الأيمن من هذا الجدول قم بإضافة المجالات اللي أنت اخترتها، ممكن يكون استوديو تصوير، مطعم، أي حاجة ثانية يتعلى بالك. والجانب الأعلى من هذا الجدول قم بإضافة الخانات التالية: خانة للوقت، خانة لرأس المال، الخبرة، الشغف، والمخاطرة. 5 خانات. وتكون الآن عندك المهمة التالية: تأخذ وقت كافي للإجابة على هذه الأشياء وتكتب في كل مكان إما أكثر أو أقل. هذه الفكرة تأخذ رأس مال أكثر، هذه الفكرة تحتاج وقت أقل، وهكذا. ولكن اللي أبغيك تسويه أن تأخذ وقتك في الإجابة على هذا الجدول، فشوف مثلا مشروعك الأول كم من الوقت بيأخذ تنفيذه، تروح تراجع هذه المعلومة 2-3-4 وترجع لتعبئة هذا الجدول. بعد ما تخلص من هذا الجدول يطلع لك خيار رابح، هذا الخيار أو هذا المجال تأخذه لمدة 30 يوم، 60 يوم، أو حتى شوية أكثر، وتركز فقط على هذا المجال، تقرأ عنه أكثر، تسأل أشخاص في هذا المجال، تبحث عنه أكثر، وتشوف نفسك أنت هل لازلت بعد هذه المدة مرتاح لهذا الأمر؟ إذا كانت الإجابة صح فهذا هو أفضل مشروع أو أفضل خيار لك أنت، وإن كانت الإجابة لا أرجع للفائز رقم 2 وطبق نفس الحاجة مرة أخرى وشوف بعدها كيف ترتاح لهذا الأمر. فاليوم إخواني نحن من السهل أن نقنع أنفسنا بحاجة معينة أن هذه هي المناسبة لمدة قصيرة 1 أو 2 أسابيع، لكن لو أنا أعمل هذه الممارسة وأعطي نفسي 1 أو 2 شهور فمستحيل أقنع نفسي بشيء أنا من داخل ما أرتاح له. هذه ممارسة ممتازة يسوونها معظم الأشخاص اللي يبون يفتحون مشاريع جديدة وعندهم أكثر من خيار واحد. الله يوفقكم إن شاء الله ونشوفكم على كل خير.